نحن حكينا الصبح انه كيف نغسل، كيف نضب الجو الكلسات وهيك، احنا لا كيف ما نغسلهم عشان ما يضيعوا بالغسيل. ما يضيعوا بالضبط. مشكلة هاي. صباح الخير. صباح النور. أهلا. دائما احنا بس بالغسيل بيطلع مرات بدور عليهم وين، اشي معلق بالغسالة، اشي مش موجود، اشي رايح. صح. بضيعوا مزبوط. في اللي صاحبة على الفيسبوك اسمها تجان بوجهها لتحية من فلسطين، بتقولي حاسة في جني ساكن بالغسالة، بلاقي كلسة وكلسة لا بس ما بتعرفوا وين عم بيروحوا. صح. احنا هلا بدنا نحل لهم هاي المشكلة. في عندنا اكثر من طريقه. هلا في مرات احنا اجداد الكلسات اولا طبعا براند نيو عشان نقدر مش مستعملين مغسولين ملبسين لا لا اجداد حلوين بس هلا ايامك مقدمين. اوكي. هلا احنا عشان مثلا بيكون عندنا عده اطفال في البيت، في نصيحه ممكن انت تجيبي لكل ولد نوع معين من النقشات. مثلا ممكن تجيبي لكل ولد نوع معين من مثلا عشان تميزي. عشان تميزي ممكن كمان هم يحطوا جوا مثلا الكلسه هون تحفر اسمهم، يكتب اسمه مثلا بالكتابة. اول حرف من اسمه. هلا احنا اذا عندنا كثير كلسات متشابهين مثلا جايبين مثلا هلا بيبيعوهم مثلا كل ستة مع بعض، هدول رياضيين خصوصا، فعشان ما يضيعوا ممكن من هون حط مثلا واحد واحد انه هدول بير هدول جوز، هون تنين تنين. فاحنا هيك نعرفهم انه هدول لبعض، لانه مرات انت اذا غسلتي كلسه وكلسه لا ممكن تكحت او تصير كانهم مش لبعض. بس احنا عشان نخلص من هالشغله، هلا بتعرفي ديالا لما انت تكوني غاسله وبطلع لك جبل من الكلسات، فاحنا عشان نختصر هاي الوقت نختصر هذا الجهد شو بنعمل؟ بنجيب دبابيس زي هدول بقدر نحطهم بالغساله. عادي ما بيصدي؟ لا ما بيصدي، هم اصلا كله ستانلس ستيل هذا يعني بيكون. وممكن ان احنا نشبك كل جوز مع بعض. حلو. هلا راح تقول لي انا من وين طولت هالبال يعني اني اقعد اشبكهم كلهم؟ والله احسن لها من ما تقعد تلملم فيهم احسن. وبعدين شيء ضاع وشيء ما ضاع، فهي الطريقه بتوفر عليها كثير وقت وبتضمن انها تلاقي الجوز دائما مع بعض. هلا في كمان شغله، في ناس مثلا ما بيحبوا يستعملوا الدبابيس مثلا بيكون في صغار تخاف مثلا انه يبلعها او كذا. هلا هاي بتحطها مثلا بالمحل اللي هي دائما بتضب فيه الغسيل، بتحط الدبابيس وبترجعهم على العلبه، بتعمل ريسايكلينج لنفس الدبابيس. هلا ممكن احنا نستعمل يا اما مغيط زي هيك عادي، ممكن انه نشبك كل مغيطتين كل كلستين سوري مع بعض، طبعا بنشدهم وبهاي الحالة بضلوا الكلسات مع بعض وما بيأذوا طبعا الغسالة وما بتروح بال وما بيروحوا. حلو. هلأ عشان ممكن كمان نميز منجيب زي هدول الربطات الملونين، ممكن مثلا أنا أخلي لبنتي الزهر بنتي الثانية أحمر حلوين للولاد مثلا أزرق أخضر، بصير كل واحد بس يشوف الكلسات يعرف أنهم كلسته. إله وبهاي الحالة حلو. منقدر نعرف كل كلسات لمين بدون ما يعني نتغلب أو نشوف مثلا إذا حطينا الأرقام، وبهاي الطريقة منلاحظ انه كتير خفت مثلا شغلة الغلبة هاي تبعت الغسيل. واذا مثلا عندنا ملونين او كذا طبعا كل واحد بصير يعرف كلساته، برضو منحط المشبك وبهاي الطريقة ممكن كمان نحط ملقط، بس هذا الملقط مرات ممكن نخاف. تعرف انه في اختراع هلا في امريكا ملقط خصوصي للكلسات حتى لهم هيك علاقة بتتعلق على العلاقات الاواعي عشان ينشفوا. طب كيف معلش فرجيني كيف بنحطه بالغساله ما بنفك عنها الملقط بما انه كبير ويمكن يتحرك يضرب شيء؟ هلا ممكن احنا مثلا الكلسات بنحطهم بطريقه من مكنه يعني او بنحطه بالغساله ما بفلت. بس انا بفضل طبعا طريقه الدبابيس او طريقه الربطات هاي لانها كتير امن اصلا للغسالة كمان. اوكي. هلا الكلسات النايلون عشان ما ينسلوا ونحافظ عليهم لوقت اطول، ممكن نجيبهم اول ما نشتريهم هم جداد بنبلهم شويه مي بنحطهم بالفريزر. احنا لما نحطهم بالفريزر بنخليهم عمرهم يطول اطول، واذا بلشوا ينسلوا هاي طبعا كثير ستات بواجهوها بالمناكير، مناكير شفاف او بالسبراي تبع الشعر او بتمشى عليها شويه صابونه فبيوقف التنسيل ببطل الانتسال. طيب ناخذ سميره اتصال نجمه من الكرك. الو خير. يسعد صباحك. كيفك ديالة حبيبتي؟ انا منيحه، انت كيفك؟ كويسه. انا كثير بحبك والكل بحبك في الكرك. اي الله يخليكي. يعني الك شعبيه والك صدر منسف بس تيجي انت وكل طاقم رؤية. الله يخليكي كلك ذوق. الله يسعدك. بس بدي اسال ست سميره، انا اشتريت كتابها بس ما في عن النمل. ما في عن النمل. النمل ما في. وبعدين بدي اسال شو اللي ببعد الافاعي عن المنطقه؟ احنا ساكنين منطقه يعني ما فيها سكان كثير وبيوت كثير بس فيها افاعي كثير. وفي افاعي كثير وبنعرف انه الشمام هو بجذب ريحه الشمام بتجذب الافعى، صح ست سميره؟
صح عندك فكره؟ صح الشمام فعلا بجذب الافعى، يبقى بلا منه الشمام، بس اشري الشمامه طلعيها لبرا على طول القشر. انا عندي فكره نجمه، اشري الشمامه وحطي هذا بعيد عن البيت، خليهم يجوا عند البعيد. بنكبها بعيد عن البيت. صح. وهيك والبروتين كمان، والاكل اللي فيه بروتين كثير كمان بجذب الافاعي. انا هيك ما بتركوش بيوتنا، كل اكلنا بروتين. صح. اوكي. شكرا يا نجمه. بس بحب احكي للنجمه انه انا عندي تب للنمل. ايش؟ حاطه قشر الخيار. حطيتيه بالكتاب؟ موجود في الكتاب. هلا انا بدي احكي لها برضه تب هاي على السريع، بتجيب بخاخ مي، بتحط فيه معلقه زيت قلي ومعلقه، هي كاتبتها هون، معلقه دواء جلي ومعلقه زيت قلي، وبتحط شويه مي في بخاخ وبترش على كل المحلات اللي بيكون فيها النمل وبتقضي عليه بطريقه كثير. طب والخيار اضبط؟ الخيار شو؟ الخيار قشر الخيار بكره النمل، ما بحبه، ببعد عنه. نحطه قريب على محل ما الخزل عم بيطلع منه. بالضبط. او مثلا تحط طباشير النمل، تعرف اذا رسمتي دائره حواليه وهو جوا مثلا بالطباشير ما بيطلع، ما بتعدى طباشير، ما بتعدى، مش عارفه شو تفسيرها، بس اذا في طباشير ما بقرب يعني. هو احسن شيء تلحقي حز النمل وتشوفي من وين عم بيطلع وتسكريه. بالضبط. سيليكون. عندي اكثر من تب انا للنمل في محل ثاني. لا ما هو بيطلع من الفوت من هون بيطلع من هون. خلص، كنا عم نحكي عن كلسات النايلون. كلسات النايلون كمان هلا في ناس مثلا بتعرف الكهرباء الساكنه لما تكوني لابسه تنوره ولابسه كلسات فبتصير تلزق، فحلها كثير بسيط، بنجيب دبوس زي هاد وبنشبكه مثلا. اسمه دبوس بوكله، يا ريت تشبكي بمحل مبين على الكاميرا. دبوس شكل هيك، هذا بنشبكه في مثلا تحت التنوره اذا مثلا لابسه شلحه او لابسه شيء. فهو هاد بفرغ الشحنات الكهربائيه زي الارض بيصير، فبتبطل الاواعي تلزق وبتبعد عن الأواعي. هذا لازم دائما يكون عندنا ومعنا. هذا لا دائما معي بالاواعي، اول ما تحسي بتضغطي دائما، خلوه بشنتتكم دائما. اوكي. هلا بدنا نحكي عن الناموس المزعج كثير، يعني عم بيجينا اسئله عليه، ويعني هلا بتعرفوا بالصيف وكثير عم نتاذى منه. زي ما حكيت الصبح في ناس بنقرصوا وناس ما بنقرصوا. عملوا في مايو كلينك دراسه، قال لك في فئات من الناس ناموس بحب يقرصها اكثر من غيرها. مثلا الناس اللي بتحركوا كثير، اللي بيعرقوا كثير، بنتج جسمهم لاكتيك اسيد، دول بقربش عليهم، بقرب عليهم. الحوامل بنقرصوا اكثر من الستات الغير حوامل. الناس اللي فئه دمهم او اكثر من الناس اللي غير فئات الدم، والناس اللي بنتجوا سي او 2 كثير، يعني خصوصا انت احنا نايمين بتلاحظ الناموس بقرصنا اكثر، لانه احنا نايمين عم ناخذ اكسجين طلع ثاني اكسيد الكربون، فهو بينجذب بهاي الشغله. انا فكرت لانه احنا نايمين ما بنكون قاعدين كشو، بالعكس هو بيحب. على فكره الناموس كثير كثير ذكي، ودائما بتخبى في المحلات الغامقه. صح. واللي لونها اسود درجة انك ما بتشوفيه، فاحنا هلا بدنا نعمل له مصيده. يلا. بدي احكي بس شغله، في ماليزيا انا عشت 3 سنين بماليزيا. عندك الناموس هناك كل وحده لقد ناموسها هالقد. فماليزيا طبعا رطوبه وشتاء وكثير طبعا فيها ناموس، فعملت الحكومه الماليزيه شغله انها حطت برك مي وحطت فيها سمك باكل الناموس وباكل البيوض تبعته، فقدرت انها تعمل يعني تحل الشغله بطريقه كثير سليمه. هلا بنجيب هاي القنينه عادي، اي قنينه مشروب غازي عندنا، بنقصها طبعا من هون وبنحطها بهاي الطريقه. هلا بنلزقها احنا بلزق، طبعا انتم اذا عندكم وقت، فيش معنا وقت كثير، فيش عندنا وقت بالمره، بنلزقها بعدين بنحط فيها كاسه مي وبنحط فيها نص كاسه سكر. سكر مشان نجيبه، سكر طبعا بحب يجي على الحلا. وبنحط معلقه خميره كبيره. هلا طبعا طبعا الخميره الخميره بتتغذى على السكر، بتصير تنتج سي او 2 او ثاني اكسيد الكربون، بالمناسبه هذا اللي بخلي الخبز يتخمر ويكبر بالفرن، لانه السي او 2 بيعمل غازات. فبنحطها بهاي الشكل، وبنحطها كمان بكيس غامق لانه الناموس بحب يجي على الغامق، الشيء الغامق بنحطها هيك. طبعا بنثبتها مزبوط في اللزق، بنحطها مثلا بنسكر الكيس؟ لا ما بنسكره، بس بنحطه هيك بنثبته، بنحطه في مثلا فوق خزانه، ممكن برا هاي نستعملها في الحديقه بالبيت، لا بالغرف جوا. ممكن بعدين بسير. هذا مش سام يعني، مش زي اللي بترشيه او اللي بتحطيه بالكهرباء، بالعكس هذا طبيعي. ما طبيعي كثير، ما حدا يخاف على اولاده. وممكن هاي تضل مفعولها لاسبوعين، لانها بتضلها تنجر سي او 2 لمده اسبوعين، وارخص من البخاخه اللي حقها طبعا، رخيصه لتين ونص، كثير كثير مؤذي بعدين للاولاد. هلا اذا قرصنا، في كمان عندنا اللافندر او زيت النعنع، زيت اللافندر او زيت النعنع، بنحط كاسه مي بنحط 10 نقط من اللافندر وبنرشه طبعا في على الهواء ولا على القرصه؟ بنرشه بالهواء
وبنرشه على اجسامنا، مش احنا بنشتري. هي اللافندر بيقولوا ما بحب الناموس، ما بحب ريحته، ما بحب اللافندر. فانه اذا قعدنا ممكن ندهن على حالنا كريم لافندر، نرش من هذا على جسمنا. نرش من هذا، هذا كثير رخيص. ايش هو؟ مي مع زيت مي اللافندر، مع لافندر، يعني كاسه مي 10 نقط لافندر، وبنرشها مع مثلا على جسم البيبي مثلا. هلا اذا انقرص الولد كيف بنحل المشكله؟ يا اما بنفرك عليها صابونه ناشفه، او بنحط بيست او معجونه من الكربونات، او ان بنعمل كربونات او صابونه ناشفه. فيك لحروق الشمس، خليني احكي معنا وقت، معناش وقت، نخليها للمره الجايه. خلص اوكي، مش مشكله. شكرا ست سميره الكيلاني على هالتيبس، وبرضه بنرجع بنقول لنجمه موجود عن النمل والحياه كمان، الله يعين. الحياه بعدنا عنها. طبعا. وشكرا، شكرا كثير. العفو. الكتاب بفوتوا على الموقع دنيا دنيا، بعمل لينك وكل موجود. المكتبات موجوده.